السور القرآنية سورة صاد سورة مكية عدد آياتها 88 آية. تتحدث السورة عن ثلاثة أنبياء استسلموا لله بعدما أخذوا قرارات ظنوها بعيدة عن الحق ثم عادوا إلى الحق وكيف رد الله عليهم وهم داود وسليمان وأيوب عليهم السلام. ثم تحدثت عن نموذج عكسي وهو إبليس اللعين الذي عاند ورفض أن يستسلم بعدما عرف الحق. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. السور القرآنية